المتابعين الاعزاء في كل مكان، نحييكم دائما وابدا بتحيه، ايضا تحيه جميله وانطلاقه مميزه بهذا التحدي الكبير، تحدي ايضا هو انطلاقه الكل، هي بتحدي بالشوط الاول الرئيسي والكاس، ذهب ايضا مع بن هليل اللي قدم اداء جميل، هو الشوط الاول اللقايه، ايضا كاس ايضا مقدم من علي بن عبده، علي بن عبد الهادي بن عبده مقدم ايضا كاس اللي هنا اللقايه الشوط الاول الرئيسي، شوط حمل تحدي كبير، هو حمل اندفاعه هو حمل انطلاقه. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي، شوط يحمل انطلاقه ويحمل اندفاع كبير، والشوط الاول الرئيسي شوط ايضا القعدان اللي جايه مسافتنا هي 4 كيلومترات، شوط يحمل اندفاع ويحمل انطلاقه كبيره ويحمل تحدي. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، الاشواط المتميزه والاشواط الجميله، اشواط تحمل تحدي وتحمل انطلاقه، الشوط الاول الرئيسي ايضا للقايه القعدان والكاس ايضا المقدم. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، من علي بن هادي بن عبده من يقدم لنا ايضا في هذا الصباح الجميل، وصباح مميز وصباح يحمل ايضا تحديات كبيره. شكرا لكل الحضور الكريم، شكرا لكل المتميزين، المقدمة وصدارة ما شاء الله هملول في المقدمة، عبد الرحمن بن زرمان المري من يقدم هملول بتحدي كبير واندفاع، وصل ما شاء الله، وصل عديم، وطالب بن حمد آل هليل من يقدم عديم بتحدي كبير واندفاع ومميز ما شاء الله، وصل ايضا مصيحان صالح بن فرج بن دلموك المري من يقدم ايضا مصيحان صالح بن فرج بن دلموك المري، ثالث الاسماء تاخر هنالك عديم ما شاء الله وتبارك الرحمن، اداء جميل عديم وطالب بن حمد آل هليل، ورابع الاسماء. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، شوط يحمل تحدي ويحمل انطلاقه ويحمل طموحات كل المشاركين والمتابعين بهذا التحدي، المركز الرابع وصل ما شاء الله. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، وصل برزان ومحمد مطالب بن فرج آل هليل من يقدم برزان، ولكن المركز الخامس وصل التواق، وهناك عبد الله بن حمد الشرقي، ولكن العوده وين؟ الى المقدمه. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اشواطنا ما شاء الله مستمره، وشوط الكاس ايضا الكاس. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، المركز الاول ما زال هملول، هملول وعبد الرحمن بن زرمان المري من يقدم هملول باداء جميل والتحدي، في ثاني الاسماء وصل مصيحان وصالح بن فرج ابن دلموك من يقدم مصيحان باداء جميل واندفاع ايضا كبيره وانطلاقه مميزه ما شاء الله، الاداء الجميل والانطلاقه اللي تسلل باداء جميل، هنالك مصيحان وصالح بن فرج بن دلموك ما شاء الله، بن دلموك غادر بتحدي كبير وانطلاقه مميزه بهذا التحدي ما شاء الله، شوط الكاس ما شاء الله، شوط الكاس ما شاء الله يا بن دلموك، روح بالتحدي وروح بالناموس ما شاء الله وتبارك الرحمن، اداء جميل واندفاع كبيره ما شاء الله، الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو باداء جميل واندفاع
مميزة بهذا الأداء الجميل. ما شاء الله مصيحان غادر بتحدي وغادر بانطلاقته المميزة واندفاعه المتحدي. ما شاء الله راح من الموك بتحدي كبير واندفاعه. ما شاء الله والعصا ما شاء الله يا بن الموك روح روح بتحدي بتحدي وأداء مميز وانطلاقة سريعة وأداء جميل. ما شاء الله يتلفت يمين وشمال. ما شاء الله يا بن الموك روح الموسم على الأبواب غادم ونحن اقتربنا من لائحة الكيلومتر الأخير. كيلو التحدي كيلو ما بعده كيلو يا بن الموك كيلو كيلو الأخير كيلو التحدي. ما شاء الله المتحدي بهذا التحدي يا بن الموك يتحدى في هذا الأداء الجميل. روح روح بن الموك أرجوك انصرنا أعطنا الفرق ما بين المشاركين وما بين بن الموك. هو الفرق يا بن الموك ما شاء الله وتبارك الرحمن صباحك فل صباحك توافيق ونواميس يا بن الموك. روح بالتحدي والأداء جميل والتيم مطلوب يا بن الموك التيم التيم مطلوب ما شاء الله وتبارك الرحمن ما شاء الله غادر مصيحان وصالح بن فرج بن الموك المري غادر بتحدي واندفاع اندفاع كبيرة وأداء جميل. ما شاء الله روح ال 500 متر يا بن الموك وش تنتظر التيم مطلوب التيم التيم روح 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 بالتحدي بن الموك من الأمتار المجنونة والحاسمة مصيحان وشوط الكاس الكوس يا بن الموك الكاس الكاس مع مصيحان مصيحان مع الكاس الامتار المجنونة والغاسلة والحاسمة صباحك فل صباحك توافيق. ما شاء الله راح بن الموك بالتحدي راح بالناموس راح بالتحدي بن الموك اسعد الله صباحك فل صباحك نواميس. ما شاء الله راح خلاص كمل 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 بأداء جميل واندفاعة كبيرة وتحركات بن الموك سلام يا بن الموك سلام تهانينا والناموس لمالك مصيحان صالح بن فرج بن الموك المري تهانينا والناموس المركز الثاني. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان المركز الثاني ما شاء الله وتبارك الرحمن بن الموك ايضا المركز الثاني كان ايضا وصول فزاع وسعيد بن الحفار ثالث الاسماء وصل ايضا تواق وعبد الله بن حمد الشرقي تمر الزمني ساعه وصول ما شاء الله مصيحان قطع مسافه 4 كيلومترات في زمن وغدر 6 دقائق 21 63 جزء سلوم يا بن الموك سلام تهانينا والناموس لمالكي هذا الشعار المميز تهانينا.